اوكي بالمية 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 اوكي واحتفال الشركة في مصر هيكون بتقديم حاجة بسيطة جدا من كيونت للفنانة الرائعة نانسي عجرم هيطلع معانا على الستيج سريعا جدا الفي بارتنر عدلي حسن والليدي بي ابن عباس عبد السلام اللي انتجت في مصنع سمير للفنانة الرائعة نانسي عجرم في حاجة بسيطة جدا دي حاجة عشان تفتكرينا يا نانسي حاجة قيمتها غالية عندنا جدا ده درع من Pathfinders Egypt Festival وحضرتك وبنتمنى انه يدوم دايما معانا وجود الفنانة الرائعة نانسي عجرم ان شاء الله باذن الله شكرا جدا للفنانة نانسي عجرم ده تكريم بسيط اوكي تكريم بسيط بالنسبة لنا نانسي عجرم اكتر من سوبر ستار بكتير اوكي التكريم هيكون بتحية وبعدين نسيب السوبر ستار مع حضراتكم تحية قوية جدا جدا في أرض بلدي مصر أم الدنيا وسط أكبر حالة حب وأكبر طاقة إيجابية موجودة الفترة دي أنتوا تستاهلوا كل خير عشان أنا عارف أنتوا بتحبوا بعض قد إيه وجواكوا طاقة إيجابية قد إيه هتكسروا بيها الدنيا سقف كبير أوي ليكوا كلكوا أوي يا نايا مفيش أصل معنديش في الحب ده